أود لكم مشاهدينا الكرام للفرق التطوعية أدوار تساهم بتحسين ورفع كفاءة العديد من الملفات والقضايا في المجتمع الكويتي، وذلك من خلال الحملات الإعلامية، الحملات التوعوية، بالإضافة إلى إقامة الفعاليات والأنشطة المدعومة بالاستراتيجيات وأيضا بالأهداف، منها مجموعة بلو سيركل التطوعية. هذه المجموعة اللي أخذت على عاتقها نشر التوعية في الجانب الصحي وخاصة لمرضى السكر نظرا لارتفاع حالات المصابين فيه. الحديث بشكل أشمل عن دور هذه المجموعة وأهدافها تنضم إلينا في الاستديو الآن رئيسة العلاقات العامة في مجموعة بلو سيركل الأستاذة منيرة العوضي. حياك الله يا منيرة. بداية خليني أسأل، بلو سيركل من أي منطلق جاءت فكرة إنشاء هذه المجموعة التطوعية؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الله يحييك، مشكور. سنة 2012 شاركت مريم الأستاذ في الفدرالية العامية للسكر، اليوم العالمي للسكر هناك، ولما رجعت الكويت كان مشروعها أن تنشئ مجموعة بلو سيركل، وهي مجموعة تطوعية شبابية للتوعية بمرض السكر. حلو، موجودة بكذا دولة بالعالم؟ موجودة، بس مو يعني الحمد لله الكويت من الدول الأكتف في النشاط هذا، فإحنا أي نشاط نسويه نسجله في الفدرالية العالمية للسكر، وإحنا من الجامعة المتقدمة يعني. إذا خلكم واقعيين، بناء على الإحصائيات، بناء على الأرقام، النسبة مخيفة جدا عندنا. إي نعم، ولا مرتفعة جدا لمرضى السكر بالكويت. إي نعم. كم وصلت تقريبا؟ والله ما بالضبط يعني ان ديتيلز ما عندي، لان احنا مو يعني جهه تسوي ابحاث وكذي، ممكن مركز دسمان يكون عندهم الاكيوريت احصائيه وكذي، بس الكويت اعتقد اذا ماني غلطانه بالمرتبه الثانيه. تتواصلوا مع مركز دسمان؟ في تعاون وياهم على طول. في تعاون. خليني اسالك، شو تقدمون حق مرضى السكر كبلو سيركل؟ الهدف الاساسي ان احنا ندعم مرضى السكر، لان في وايد ناس فيهم سكر عبالهم انه هم بروحهم فيهم سكر. فلما ينضمون للمجموعه يشوفون ان في ناس نفسهم تفحص السكر، تاخذ ابر، تاخذ انسولين، فما يحس الشخص ان هذا بروحه. فهو الهدف الاول ان تقديم الدعم المعنوي بالاكثر حق المرضى السكر. قبل في السابق صعب جدا اني اوصل حق مريض السكري، لكن الان مع وجود منصات تواصل اجتماعي كثيره اصبح الموضوع اسهل. شلون قاعد تتواصلون معهم؟ احنا عندنا اكونت في الانستغرام، واكونت في تويتر، واكونت في سناب شات، فمن خلاله الناس تقدر تتواصل معنا، في رقمنا الساخن يقدرون يتواصلون معنا. الانشطه اللي نسويها والفعاليات دائما نعلن عنها، بالعكس وهذا الشيء وايد ساعدنا ان الناس قامت تعرفنا اكثر وقامت تتفاعل معنا. شنو الفعاليات اللي قاعد تقدمونها؟ عندنا وايد فعاليات، طبعا شهر نوفمبر هو اليوم العالمي للسكر، فاحنا دائما نسوي فعاليه في الشهر هذا، لان هو يعني شهر التركيز يكون اكثر على مرضى السكر. نسوي ورشات عمل لحسبه الكربوهيدرات، لان مثل ما انت عارف مرضى السكر، طبعا انا اتكلم عن النوع الاول اكثر من النوع الثاني بما ان يعني انا مصابه بالنوع الاول. شنو النوعين؟ النوع الاول اللي يكون انسولين ديبندنت، اللي لازم تاخذ انسولين. النوع الثاني يكون تايب 2، اللي هو يعتمد على اللايف ستايل والاكل والتغذيه، فهذا يكون ياخذون حبوب مو ابر يعني. انت اي نوع فيهم؟ النوع الاول. ما شاء الله، عسى ربي يشفيك ان شاء الله. والتحدي شلون قاعد تشوفونه؟ ردود الفعل من الناس اللي قاعد تتعاملون معهم؟ ردود وايد زينه، يعني يكفيك تي وليه امر او ام تقول انتم خليتوا ولدي يضحك، لان مثلا في طفل كان تو صاير فيه سكر، فتقول أمه أنا ما يتكلم ولا يلعب ولا يعني، عبال أنه هو الشخص الوحيد اللي فيها الحالة، بس يوم يابتها وخلتها معانا وشاف أن إحنا والله كلنا نفحص السكر، كل واحد فينا يطلع إبرته ويقز أو يطلع المضخة، شاف أن الوضع عادي بالعكس وحياته وايد صارت أحسن. بدأ يتقبل كل الفئات العمرية؟ كل الفئات العمرية، ويانا أعضاء يعني، ويانا ناس مصابين في السكر، ويانا أولياء أمور أطفالهم مصابين بالسكر، ويانا ناس ما فيهم سكر بس حابين يساعدونا ويدعمونا. بالعكس، فإحنا نرحب بأي أحد وده ينضم لنا. أنا الموضوع عجبني إنه هو مجتمع مصغر بالنهاية، هو سبورت جروب يعني مثل ما قلتي، بس بنفس الوقت الواحد يخاف. أنا لو يجيني خبر باكر إن أنا مريض وسكر، ما أدرك كل هذه الجوانب شلون أبدأ أتعامل مع هذا المرض، خصوصا إنه يعني هو مرض ذكي جدا ويحتاج لذكاء بالتعامل معه. صح. وبعد ليش الناس وايد يعني متفاعلة ويانا؟ لأنه يعني الشخص ما يحب يروح الدكتور يقول لك لا تسوي كذي، سوي كذي، اخذ كذي. اما لما انت تقعد تتكلم مع احد عايش نفس الحاله، الدكتور مو عايش الحاله اللي انت فيها، يعطيك نصائح وبس. اما لما انت تتكلم مع شخص عايش نفس الحاله اللي انت فيها، ممكن تتقبل منها الشيء هذا اكثر من لما يقول لك يا الدكتور. هذا اللي يميزكم. لو بسال شنو اللي يميز بلو سيركل؟ هذا هو، لان احنا كوميونتي صغير، كلنا فينا سكر وكلنا على قلب واحد، احنا وير سمول فاميلي يعني. اي احد عنده اي استفسار، اكل معين ما يدري كم جرعه ياخذها، استفسار معين، تحليل معين، احنا دائما نتناقش في هالامور، واي شيء يستجد في مرض السكر نتناقش فيه. بالعكس، وهذا يعني وايد اشوف رده الفعل من اولياء الامور والناس المصابه بالسكر وايد ايجابيه بخصوص الموضوع. الدعم من وين منيره؟ ما في دعم للاسف. ما عندكم دعم؟ ما كل هالمجام يعني انتم قاعد تدفعون من جيبكم الخاص؟
في ناس تشارك بس قليل جدا. انت لما تطرح الموضوع الكل من يقول لك اوف كورس وي سبورت ا جود كاز والكل، بس حزه الحزه للاسف ما في احد. شلون ينقصكم الدعم؟ احنا عندنا وايد انشطه لان احنا مجموعه تطوعيه، فما عندنا دخل، فاحنا نحتاج احد يدعمنا، احد سبونسر اس ان نسوي الفعاليات هذه. يعني للاسف الدعم جدا قليل، بس احنا بالقليل هذا قاعد ننجز، فما بالك اذا صار عندنا دعم اكثر ممكن نسوي اشياء وايد. كم سنه صار لكم؟ من 2012. من 2012؟ اي نعم. تقريبا 5 سنين. يعني شيء كبير 5 سنين اذا نتكلم عن هالخمس سنين هذه. والى الان من غير دعم انتم تعتمدون على حملات اعلانيه، تعتمدون على الوصول الى مرضى سكر باي طريقه كانت، فتحتاجون هذا الدعم. نعم. بشكل من الاشكال. خليني اسالك ايضا الاعضاء الموجودين عندكم في بلو سيركل، في نسبه منهم مرضى سكر؟ الاغلب. فعايشين عارفينها بالضبط، فمؤمنين بهالقضيه. اي نعم بالعكس، هذا الشيء اللي خلينا ننجح، لان كلهم عايشين القضيه، مو شخص جايك من برا مو عارف الوضع شنو، بالعكس الكل متعايش في هالوضع، فعشان الكل قاعد يعطي من نفسه لانه هو عايش الوضع هذا. تتابعون حالات معينه ولا مجرد نصائح نقدمها للجمهور؟ لا بالعكس، نشوف الناس محتاجه، يعني مثلا في ناس مثلا في دوره دافني تعلمك شلون تحسب حسبه الكربوهيدرات عشان تاخذ الانسولين، فالناس اللي توهم متشخصين ما يعرفون مثلا هالدوره، فاحنا نوصيهم انه ياخذون هالدوره، نحط اسمهم في مركز دسمان انه ممكن هم ياخذونهم عشان يتعلمون هالدوره عشان تساعدهم انهم ينظمون السكر. اكاد اجزم انه بهالخمس سنين في مواقف لا يمكن انك تنسينها، ايا كانت هذه المواقف، سواء من ولي امر، تحسنت حاله طفله او الطفل نفسه، او يمكن كبير في السن، كان في موقف يمكن شفتيه انت بعينك مستحيل تنسينه، شنو من هالمواقف؟ الموقف اللي قلت لك اياه قبل شويه، الام يعني هذا لا يمكن انساها، لان يوم جابتها كان ما يتكلم نهائيا، تحاكي امه يحاكي ابوه يحاكي احنا، كان عمره 5 سنين ولا يتكلم ولا كلمه. يا عندنا كم مره، 3-4 مرات الحين قام كل ايفنت يينا، كله تقول له الام تقول لنا كل مره، يقول لها يلا يما متى توديني، متى تجي، بس يسمع بلو سيركل، بس يسمع بلو سيركل، فهذا الشيء يعطيك دافع ان انت تشتغل اكثر وتساعد ناس اكثر. هذا طفل ترى صعب جدا منيره اني انا اكسب طفل. اي نعم. بهالعقليه وبهالعمر. ايضا عندكم الاشياء اللي قاعد يعني عاكفين على انجازها، في رحله عندكم للنمسا. اي نعم ان شاء الله الشهر الجاي، هي رحله تحدي، راح نروح فيها تسلق جبال هايكينج، وراح يكون فيها رافتينج وسايكلينج شهر 5 ان شاء الله الجاي. فهي تحدي المشاركين مرضى السكر جميعا، فهو تحدي ان مريض السكر ما عنده عائق، اذا هو مهتم بصحته ومحافظ على السكر ممكن يسوي اشياء حتى الانسان السليم ما يقدر يسويها. بس السؤال ايش معنى جبال النمسا؟ لانها صعبه والتحدي اصعب. انتوا التارجت انه هو تحدي بالنسبه هو تشالنج نبي نسوي. نعم. نبي نسوي تحدي في هذه الحياه. هذه الرحله الثانيه، احنا العام سوينا رحله بعد. كانت في سلوفينيا وايطاليا والنمسا، عبرنا الحدود من سلوفينيا لايطاليا بالقواري، هم تسلقنا 5 جبال بارتفاعات متفاوته، وكل الجروب قدر يتحدى التشالنج هذا، فالسنه هذه صار دافع اكبر ان نسوي تحدي اكبر. كم اعمارهم كانوا الجروب؟ طبعا احنا نقبلهم فوق ال 21 سنه عشان يكون الشخص شويه يعني مسؤول عن نفسه وكذي، بس يعني العمر مفتوح، مو ما في حد معين، بس مو يكونون صغار. بس كني شفت في 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 هيد مسج، في رساله مبطنه، تحدي الجبال، قضيه القواري او غيرها الدرجات، فيها نوع من يعني التعلق بممارسه الرياضه لانها احد اسباب الحل لمرض. الرياضه صحه حق الكل مو بس حق مرضى السكر. ان جنرال يعني، بس مريض السكر لازم يمارس الرياضه، لان الرياضه وايد تساعده في تنظيم السكر، فهو شيء صار شيئين مع بعض، انه هو تحدي ان مريض السكر يقدر يسوي كل شيء، ورسالة ثانية مثل ما قلت ان الرياضة شيء مهم وشيء اساسي في حياة الانسان لازم يمارسها. وبلغوني انكم راح تسوون فيلم وثائقي يعني ان شاء الله. شنو الهدف منه؟ الهدف انه يبين لك throughout the trip شنو الصعوبات، انا ما راح اقول لك هي المسألة راح تكون سهلة، راح يصير في هبوطات، راح يصير في ارتفاعات، بس الهدف ان انت تبين شلون انت تسوي كنترول على نفسك، اذا صار فيك هبوط شلون تتصرف، اذا صار فيك ارتفاع شلون تتصرف، اذا انت قاعد تسوي extreme sports شنو الميجرمنتس او الاشياء اللي لازم تسويها عشان تقدر تنجح بهالشيء هذا. حمستيني وايد. حق اللي شاهدنا اكيد هناك من تحمس حق الفكره، ممكن ان تقبلون اي احد ولا في شروط معينه حق القبول؟ في شروط معينه، انه لازم يكون فحص التجسسي مال السكر بالرينج المسموح فيه، يعني ما تحتاج أحد، ما صعب انه تاخذ احد يكون سكريه مو مضبوط، لازم يكون شخص على الاقل شوي يمارس الرياضه، لان التحدي وايد صعب، فاذا شخص كسلان وما يمارس الرياضه راح يواجهنا وايد صعوبات في التسلق. واذا مو مريض سكري وده يجي وياكم؟
ممكن، ليش لا؟ ممكن تصير. طرق التواصل وياكم؟ عندنا حسابنا على انستغرام بلو سيركل كي دبليو، ونفس الشيء على سناب شات وتويتر، وبالانستغرام في خطنا الساخن، اي حد يقدر يتواصل ويانا فيه. انتم في منصاتكم عاده تحاولون توصلون الى اكثر عدد من الجمهور، سواء كانوا مرضى سكر او من ذويهم، عشان تقدمونهم هذه النصائح والرساله، لا من خلال شاشه قناه المجلس وايضا من كاميرا برنامج 965 توداي. ايش تحبين رسالتك لكل من يشاهدنا بالكويت وخارج دوله الكويت، لمرضى السكر وغير مرضى السكر؟ اولا السكر مو عيب، والسكر ما يفشل. في وايد ناس تفتشل تقول انا فيني سكر، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. الانسان اذا عرف يتعايش مع الشيء هذا ويحافظ عليه، ممكن يعيش سنين طويله بدون اي مضاعفات وبدون اي اشياء ثانيه. ثاني شيء اطلب الدعم، احنا مجموعه تطوعيه شبابيه، يعني نحاول نقدم شيء للمجتمع، فنحتاج الدعم، فاي احد ممكن يقدر يدعمنا. بالعكس احنا نحتاج الدعم هذا، لان احنا قاعد نفيد شريحه كبيره من المجتمع. في اقبال؟ في شباب قاعد يجونكم؟ اي والله عندنا وايد اعضاء بالحمله. كم وصل عددكم تقريبا؟ تقريبا 60. 60 شخص؟ اي نعم. شباب كويتيين وغير كويتيين. الهدف لما يجي هو تطوعي طبعا. تطوعي. لما يجي هو مقتنع بالفكره؟ ولا تشرحوا له الفكره من الاساس؟ ولا حاب ودا يخدم؟ في ناس تكون سامعه فتي، في ناس تيجي تسالنا فاحنا نشرح لها، فبالعكس ترحب بالفكره وتحب تنضم. ناس تساعدنا وايد في الايفنتات، في الاشياء، نشر التوعيه، ساعات نروح مدارس نقدم محاضرات حق الطلبه. في وايد طلبه في المدارس، المدرسين ما يعرفون يتعاملون مع الطالب اذا في سكر، فهم نحن نروح نعطي محاضرات ان نوريهم شلون يتعاملون مع الطفل اللي فيه سكر. من الامور هذه في اعراض معينه واضحه حق مريض السكر؟ باشر انا بالسوق مثلا شفت شخص سقط امامي، في اعراض معينه حق مريض السكر ابدي اعرفها لجمهور الناس؟ يعني مثلا نتكلم عن هبوط السكر، الشخص اللي فيه سكر اذا صار فيه هبوط ممكن يكون فيه تعرق، ممكن فيه دوخه، يعني يكون كان الواحد صايم ما في حيل، تعبان وكذي. السكر اذا مرتفع وانت بكرامه، شخص يروح الحمام وايد، يشرب ماي وايد، هذا ارتفاع السكر. ففي اعراض متفاوته حق الهبوط او حق الارتفاع. اذا هبوط على طول اعطيه سكر هذا المتدارج أو شيء. طيب اذا ارتفاع سكر لازم ياخذ جرعه تصحيحيه. اها اي نعم. ايضا الانسولين الاوبر صعب جدا التعامل معها، يعني لا ما في شيء صعب حق عامه الناس. انا ما اقدر افتي في الموضوع، يعني لو امسك ابره صعب اني اتعامل وياها. انا استخدم الابره، بس في وايد من الناس في المستشفى يقدمون دورات، مركبون مضخه. لا احنا مو جهه طبيه، احنا نقدم الدعم المعنوي. اميره ودي اعرف القصه، دام انت تتعاملين مع هالنوع من العلاج، اول ابره شلون كانت؟ شنو كان الشعور؟ اول يعني انا صار فيني سكر يوم كان عمري 10 سنين، فيعني من زمان قديم. فكانت اول ابره عاديه سرنج، وفي بطل ابره تسحب وتدخل الابره. الحين صار قلم سهل، تفر يعني تحط تعايره على اليونت اللي انت تبيه وتقزه عادي. انت كنت تغزينها؟ انا قزها اي، اول ما صار فيني يوم شخصوني بالمستشفى قبل لا اطلع، علموني شلون اقز نفسي ابره. الطفل اذا يعني اصيب بمرض السكر واصبح محتاج الى هذه الابر الانسولين، صعب اني اقنعه، او شنو افضل طريقه اني انا اوصل له اياها؟ هذا علاجك، وان كان مؤلم نوعا ما وان كان في تعب نوعا ما، لكن هذا علاجك، شنو افضل طريقه؟ يعني لازم تبين له انت الوضع، اذا هو ما اخذ الابره هذه شنو ممكن يصير؟ لانه لازم يكون عارف انه يعني هذه راح تلازمه طول حياته. فلازم يكون عارف اهميه الشيء هذا، لان في ناس، وانا اقول لك مريت في هالمرحله، انه يصير تمرد، خلاص ما ابي افحص، ما ابي اخذ ابره، ما ابي اخذ شيء، خلاص الواحد يمل. هنكون صريحين يعني. نتيجتها جدا سيئه، لان راح يرتفع السكر، معدل السكر راح يكون مو زين، على المدى البعيد راح يكون في مضاعفات. فالشخص لازم يكون عارف الحاله كلها، لازم انت تشرح له اياها بطريقه مبسطه عشان يتفادى اي مضاعفات في المستقبل. من لما كان عمرك 10 سنين كنت مصابه بمرض السكر، السؤال اثر على طفولتك؟ ابدا. الحمد لله انا يعني اهلي كانوا وايد سبورتيف، انا خلصت الجامعه وخلصت مدرسه واشتغل، وكنت العب سله منتخب الكويت، فالسكر ما كان لي عائق. فهذا الرساله اللي احنا بنوصلها، الرساله للاهالي اللي عندهم ابناء من مرضى السكر وخافون انه ما راح يعيش طفولته، ما راح يقدر ياكل كاكاو، ما راح يقدر يلعب، ما راح يقدر يسوي شيء، شنو رسالتك لهم؟ مثل ما قلت، مرض السكر مو عائق، بالعكس السكر تحدي، يخليك تتحدى نفسك قبل تتحدى الاخرين، ان انت تقدر تسوي اي شيء. ومثل ما اقول لك، احنا اغلبنا اللي معانا بالحمله صار فيهم سكر وهم صغار، والحين ما شاء الله اللي مناصب واللي تزوج وعنده عيال واللي يشتغل. فالسكر مو عائق الا اذا انت حافظت عليه، اذا ما حافظت عليه بالعكس راح تصير فيك مضاعفات. انت امانه منيره خير مثال اقدر اختم فيه هذا اللقاء. كل الشكر لك رئيسه العلاقات العامه في مجموعه بلو سيركل الاستاذه منيره العوضي على كل هذا الكلام، على كل هذا التحفيز لمرضى السكر، وايضا لان احنا بالنهايه الحياة هي رحلة بتحدياتها بصعوباتها، سواء عشت فيها محبط أو عشت فيها طموح،
راح تعيش فيها كل الأحوال. مريض سكر أو غير مريض سكر، من الذكاء جدا التعامل مع هذا المرض، نقل طريقة التعامل لأولادنا لأطفالنا الصغار. مرضى سكر لعامة الناس، هم ناس حالهم من حالنا بالنهاية، التعامل معهم وإنشاء مجموعة بلو سيركل لهذا المجتمع المصغر هو رسالة قيمة تحتاج إلى دعم وتشجيع من مجتمعنا الكويتي.